ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بأن يفرد الله لا يجعل معه شريكا. نعم، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعال. مثلا الخلق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا نعبد إلا الله. الثالث توحيد الأسماء والصفات. بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات الواردة في القرآن والسنة. لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. ندعو الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، مثال تقول يا رحمن ارحمني. يا رحمن ارحمني.